شو في هاد؟ بيشتغل هون؟ هاد سيدي شو في بقلبه؟ يا اخي شو بيعرفني شو في؟ لو بعرف انا شو في كنت قلت لك شوف لي شو في. ايه طيب بس منين جايبه؟ لك يا اخي ليش كثر الحكي؟ خلص حطه شوف لي شو في. طيب يلا يلا. امرك ابوي. ما تحطه. يلا يلا لحظة ابي لحظة. شباب شو صافين؟ لا ولا شيء، شبعت دايما. شو صار له؟ أكيد زعل. بتضلك تناكد فيه. لا ماما معقول يزعل من كلام بابا؟ ما حكى شيء. بيكون تذكر له شيء شغلة. يا سيدي بعد مع الأساس طلع وخلصنا تطلع وحدة اسمها جمانة كانت بليلة الحادثة ومصورة كل شيء. ايه راحت لعند المحامي تبعه وحط التصوير على سيدي واجا بده يبيعنا اياه مقابل انه هي تشهد لصالحه. تخيل وصلنا معهم لخمسين مليون. شو؟ خمسين مليون؟ ايه خمسين مليون. ماما مستعدة تعمل اي شيء بس المهم تاخد السي دي ومستعدة تدفع أكتر من هيك المهم يطلع براءة. أيوة وأخذوا المصاري؟ لا ما هي هون المشكلة. المحامي هو جاي لحتى يعطينا السي دي قام عمل حادث ومات والسي دي اختفى. معقول يكون هذا الحكي مصبوط؟ لازم نتذكر كل تفصيلة يا أيام. بعدين شو طلع معاك؟ لك يا أبي صار لي ساعة عم أقول لك إنه هاد السي دي فيه كلمة سر وأنت ما عم تقلي شو هي. هلا أنا بدي أعرف شو كلمة السر ولا حضرتك يا جامعي. أبي صاحب السي دي بس هو اللي بيعرف شو الكلمة، أنا شو دخلني؟ من الأخير راح تقدر تعرف شو فيه ولا ما حتقدر؟ هلا أكيد ما فيني بس يعني إذا شافوا حدا مختص ممكن. فهمت عليك. وطالع بإيدك شي هاتو هاتو. ماما العمى إذا هذا الكلام مظبوط يا رب يا رب انفرجت يا رب يا رب العمى انفتحت علينا أيهم أيهم. معقول لك أيهم؟ معقول يكون شطح خيالك؟ لازم نعرف شو في بالسيدي. هي لازم. ولي على قلبي والله مثلي سلي. شو أمه ما عم تشوف؟ شو لهلا ما خلص شرب مي؟ صحة صحة عم أهلك عالصبي. عفواً شو عم تتفزلكي؟ شو رأيك تلتهي بالطبخ والتنظيف تبعك؟ أو بخبره للخانم بأنك عم تتدخلي بشغلي وعم تفزدي للصبي؟ لا تصطفلي منك لأمه. ليه هيك؟ برافو عليكي. يلا قدامي. ماما جد حبيبتي انت وحشني. كيفك سهام؟ اهلين يا شو اخبارك؟ منيحه الحمد لله. كيفك انسه منشن؟ اهلين استاذ مضر. شو يعني انسه منشن؟ لا مو منجل منشن. تعال اقول لك فوق شو يعني. يلا باي احنا طالعين. كيفك سهام منيحة؟ الحمد لله. عاوزتك شوي. خير يا خانوم. تفضل. خير؟ شو سهام؟ كيف علاقتك انت وجود؟ كل
كله تمام يا خانوم، بعد كام يوم رح يبلش النادي الصيفي. عم اسأل عن علاقتك فيه، حاسسته كأنه بيخاف منك وصاير شوي انطوائي. عفوا يا خانوم، ليش جود اشتكى علي أو أي حدا قدم شكوى ضدي؟ شكوى؟ شو نحن بقسم شرطة؟ لا ما حدا قال لي شي، أنا حابة اطمن عن ابني وبس. كوني مطمنة يا خانوم، بصراحة أنا مدرسة ومربية لجود، يعني لو كنت المربية تبعه بس كان في مجال للتسلية والمرح أكتر، بس بما أني مدرسة كمان لازم أكون مسيطرة على الموقف أكتر. يعني بعلم نفس الطفل يا خانوم بيقولوا أنه لازم يكون في مسافة بين المدرس أو المربي والطفل، طبعا هي مسافة وهمية، هذا بيخليني سيطر على الموقف وبيخلي جود يدرس بطريقة أحسن. يعني عفوا يا خانوم، هي بتضل هاي المسافة أنه ايه سهام بتتفزلكي وبتحكي هيك فلسفة بطل افهم عليكي. خلص هلا المهم انه هو منيح، كتير منيح يا خانو. خلص فيكي تروحي، يعطيك العافية. غريب والله، يعني كتير فهيمة ومثقفة، ليش ما بيحب عبد المجيد؟